السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نيوتريسيونيست كوزميتولوج لا بغونتين. لوغ الفيديو ديال اليوم غيكون على واحد البرودوي اللي كاين اللي كيسميه بالبرودوي المعجزة، كاين اللي كيسميه بالبرودوي الرائع والسحري، كاين اللي كيسميه بالبرودوي الواو، وكاين اللي تيقول انه ما دار ليه والو، وكاين اللي كيمشي الى ابعد من ذلك وتيقول انه سبب ليه مشاكل في الجلده ديالو. البرودوي ديالنا اليوم هو هذا ديال لا روش بوزي اف اكلار ديو بلس، ديال لا روش بوزي اف اكلار ديو بلس. هاد البرودوي هذا من 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 اشهر لي برودوي اللي كتشوفوا الناس كيهضروا عليهم بزاف بزاف بواحد الشكل كبير في لي ريزو سوسيو، دونك راه مشهور بزاف. هو هذا، ها هو الشكل ديالو. دونك كيجي ان توب اللي فيه واحد الكريم جيل تكستور خفيفه فيها 40 ام ال 40 مليليتر. هو هاد البرودوي هذا خاص بلابو اكنيك، يعني البشره اللي تيكون فيها حبوب او اللي كتكون معرضه للحبوب، سورتو ديك الحبوب اللي كتكون متهيجه، تتكون انفلامي ولا تتكون متهيجه، لي بوين نوار، المسامات اللي تيكونوا واسعه. دونك هو هاد البرودوي هذا خاص تنقولوا حنا بو ا بروبليم، يعني البشره اللي تيكونوا فيها بزاف المشاكل، سورتو اللي كتكون اكنيك معرضه للحبوب وفيها الحبوب بواحد النسبه كبيره. هاد البرودوي هذا كيعتمد على الثلاثي الشهير ساليسيليك اسيد، نياسيناميد والزنك. دونك هاد الثلاثي هذا تيخدم بواحد الشكل رائع رائع على لابو اكنيك، وكيحل ليها مجموعه ديال المشاكل. نتوما راه ديما كتعرفوني كنقول لكم بشره فيها الحبوب اولا فيها افراز دهون بشكل كبير، دائما كنمشي للحمض ساليسيليك، مي كاين حتى نياسيناميد وكاين حتى الزنك. هاد الثلاثي هذا كيعمل على ان هذوك الحبوب ما كيبقاوش يبانوا، يعني ما كيبقاوش يظهروا لكم بواحد الوتيره اللي كبيره، كيبداو ينقصوا كيبداو يخفافوا، وحتى لي سيكاتريس ديالهم ماشي اللي كانوا، يعني مثلا عندك واحد لابو كتنوض لك الحبه حتى الا ناضت كتسيكاتريزا بواحد الشكل سريع، وما كتخليش ديك لي تراس اللي كنتو موالفين عليهم. هنا غنجي لواحد النقطه، كما قلت لكم هو كيصلح لابو اكنيك، فيها حبوب مقيحه، فيها حبوب، فيها بوان نوار، مسامات واسعه، كاع دوك لي بروبليم اللي تيكونوا عند البشره اللي كتكون معرضه للحبوب. كما قلت لكم كاين الناس اللي تيقولوا عليه معجزه واو توب، وعندهم الحق. كاين الناس اللي تيقولوا عليه سحري ممكن، وكاين الناس اللي تيقولوا ما دار لهم والو ممكن، وكاين الناس اللي كيقولوا انه قدر سبب لهم بعض المشاكل. دونك هنا اللي كنبغي نشير لكم ان اي برودوي، هذا سي برودوي كوزميتيك ماشي دوائي، هذا مستحضر تجميلي موضعي ماشي دواء، دونك كتلقاوه في لي بارا فارماسي، تلقاوه ماشي بالضروره تلقاوه في الصيدليه. الثمن ديالو كنظن كيتراوح ما بين شي 160 درهم على ما اعتقد، شي 160 درهم. دونك نتوما هاد اي برودوي كوزميتيك كما كان اولا حتى دواء، فهو التفاعل ديالو كيختلف من شخص لاخر. سيغت هو موظف، مثلا هذا موظف لي زاكتيف اللي كيحتاجوهم البشره اللي فيها هاد المشاكل اللي ذكرت لكم، مي التفاعل ديال كل بشره مع ان برودوي راه كتختلف، لان الرد ديال الفعل ديال الجلد راه ما كتكونش بحال، يعني بحال واحد القانون، صافي راه انت حطيتي هذا راه غيتفاعل مع الجلد بهذه الطريقه، صافي راه غيفيدك مليار في المية. لا، كل جلد او كاينين انواع ديال بعض انواع ديال الجلد اللي تيكونوا فيها فريمون مشاكل او كتكون رياكتيف. دونك بالنسبه ليا شنو بغيت نقول لكم، اللي تيقولوا عليهم راه وافقهم وجاهم مزيان راه ما كيكذبوش، واللي كيقولوا لكم راه ما دار لهم والو ولو انهم يعني تقدر تكون واحد النسبه قليله، فتا هما ما كيكذبوش. علاش؟ لان هذوك لي زاكتيف ما خدموش ليهم، فهمتوا؟ وكاينين اللي كيكونوا عندهم مثلا مشاكل اكثر كتستدعي واحد الدواء اللي كيكون فموي، يعني خصهم ياخذوا دواء، خصهم يشربوا الدواء باش يتحل لهم هذا المشكل اللي ما كيتحلش بان بمستحضر تجميلي، بان برودوي كوزميتيك. كيخصهم ان ميديكامون، وسورتو ان ميديكامون فموي كيتخات. دونك هنا كتكون واحد البروسيدور وحده اخرى. وكاين اللي تيقول لك هذا كنحضركم منه، هذا ما برودوي، هما نسبه قليله جدا من الناس اللي تيقولوا ان هذا برودوي حرق ليا وجهي.
شنو كيقصدوا بحرق الوجه؟ يعني حطوا على وجههم ودار لهم احمرار الوغ هنا دائما تنصحكم اي برودوي خديتوه سواء كوزميتيك سواء دواء كيتحط موضعي فضروري من لو تيست كوتاني. هذه ضروري، هذه قاعده ديما ديروها في بالكم، تا اكرون تا كريم ايدغاتونت اللي كان ضروري من لو تيست كوتاني. شنو كيعني هذا؟ كتجيو مثلا هنايا في هاد البليصه هادي كتجربوا المستحضر وكتسناو واحد 24 ساعه وكتشوفوا الجلده ديالكم واش غدير واحد لا رياكسيون ولا لا. مهم نسيتو ما درتوش تيست كوتاني، غير جيتو عجبكم برودوي حطيتوه على وجهكم. ملي كتحطوا على وجهكم سيرت كونتور دي زيو ا ايفيتي دا ما كنوصلوش ليه، كتحطوا كوش رقيقه. الا حسيتو بواحد الاحمرار، حسيتو بوجهكم حمر وكيحرقكم يعني كيضركم، كتمشيو نيشان كتغسلوا وجهكم. هنا كنعرفوا ان لابو ديالكم راها دارت واحد رده فعل لشي واحد من المكون في المكونات، يقدر يكون نياسيناميد، بزاف الناس اللي كيتحسوا من نياسيناميد. دونك هنا ملي كتغسلوا وجهكم صافي كيتحل المشكل ما على وجه السرعه. كتسنى واحد 3 ايام وكتعاودوا لو تيست كوتاني كديروه، لان بزاف ديال الناس كيتحسوا من البروميير كونتاكت مع البرودوي. يعني اون فوا كيقيسوا البرودوي اول مره كتكون واحد لاليرجي، مي ثاني مره صافي ما كيكون حتى شي مشكل. دونك بالنسبه لكم عاودوا ديروا لو تيست كوتاني وشوفوا واش غتكون واحد لا رياكسيون ولا لا. ما كانتش دونك غديروا كوش رقيق على الوجه ديالكم وتردوا البال، ما كان الاحمرار لا والو، دونك راه غيفيدكم. لا خوش بوزي تقول لكم ممكن تستعملوه بالليل وبالنهار، انا تنقول لكم يفضل ان تستعملوه مره واحده بالليل وتقدروا كاع ماشي كل نهار، هذه وحده. ثاني حاجه لا روش بوزي تقول لكم انه صالح للبشره الحساسه، بيرسونيلمون تنقول ان يفضل ما تستعملوش البشره الحساسه ولا لابو اللي كتكون فيها غوزاسي ولا لابو اللي كتكون رياكتيف، فهذا البشره اللي ما تتكونش حساسه، تتكون ريجيد شويه، اكنيك او لا ميكست او لا غراس، المهم اللي تيكونوا فيها المشاكل ديال الحبوب مع المسامات الواسعه مع لي بوين نوار، والحبوب سورتو اللي تيكونوا انفلامي تيطلعوا انفلامي وتيضروا، يقدر يكون فيهم كاع رويس قيح الى اخره. دونك كنتمنى انني نكون فتكم بهاد 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 لو برودوي. ما كنظنش نسيت شي حاجه، دونك فوالا هادشي اللي كاين. خلاص سيليكونات راه ما يمكنش ما تلقاهمش في لاغوش بوزي، لاغوش بوزي راه كتعتمد على سيليكون. البرودوي في ان بارفان، دونك داكشي علاش انا ديما تنقول لكم المهم بارفان راه ايفيتي بور لابو اللي كتكون فيها مثلا غوزاسي، كتكون رياكتيف سينو. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين سان بون برودوي الى ما سببش لكم تحسس. فوالا كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نتمنى يكون فادكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم بالراحه.